مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم حياتنا مسي عليك بالخير اخوي سلمان وحياك الله مسي عليك بالنور والسرور مسي بالخير على مشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي برنامج حياتنا في حلقه يوم الاربعاء نتمنى ان تكون حلقه جميله تسعدكم وتفيدكم ايضا بمواضيعها بدايه مشاهدينا الكرام اصدر حضره صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني امير البلاد المفدى المرسوم رقم 4 لسنه 2019 بتحديد ميعاد انتخاب اعضاء المجلس البلدي المركزي في يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر ابريل للعام 2019 هذا ويدعى المواطنون الذين يتمتعون بحق الانتخاب للإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الانتخابية وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره اكيد اخوي احمد يعني مسؤوليه صحيح. كبيره وواجب وحق انتخابي لازم ان الواحد يكون امين على الصوت اللي بيعطيه ويشارك في هذه الانتخابات لما تتوفر فيهم الشروط لانها مثل ما قلنا مسؤوليه وواجب. وامانه وندعو الجمهور جميعا يتابعون الاخبار ويتابعون ايضا دوائرهم الانتخابيه ويقرون عن الشخص اللي راح ينتخبونه لأنه بالفعل هي مسؤوليه وامانه وواجب نفس ما تفضلت. نسال الله سبحانه وتعالى اخوي احمد أن, إن الجميع يوفق إن الجميع ان شاء الله يوفق دائما بلدنا الى ما هو افضل يا رب العالمين. الى موضوع اخر مشاهدينا الكرام امس كان يوم مميز وعرس رياضي بامتياز قطر تحولت فيه الى ملعب كبير لكن الاحتفال الى خارج الدوله، العديد طبعا من الاحتفالات احتفلت طبعا سفاراتنا خارج دوله قطر حيث نظمت البعثات الدبلوماسية وأيضا القنصلية والتمثيلية لدولة قطر في الخارج فعاليات رياضية متنوعة بمناسبة طبعا اليوم الرياضي للدولة مشاهد الكرام في المغرب نظمت سفارة دولة قطر في مملكة المغرب فعالية رياضية تضمنت مباريات في كرة القدم وأيضا تضمن البرنامج عدة أنشطة رياضية تعكس وعي الدولة وقيادتها بأهمية ترسيخ قيم الرياضة في المجتمع لبناء مجتمع متماسك يتمتع بالصحة والحيوية هذه المغرب هذا المغرب والروح إلى دولة الكويت الشقيقة حيث نظمت سفارة دولة قطر فعاليات بمناسبة اليوم الرياضي للدولة شارك فيها طاقم السفارة الدبلوماسي والإداري وعدد من المواطنين والجاليات العربية مثل ما نتابع الهواء وأيضا تضمنت الفعاليات أنشطة مختلفة شملت كرة القدم النسائية وايضا كره الطائره ومختلف انواع الرياضات وفي سفرتنا في بريطانيا تنوعت الفعاليات حيث اشتملت على رياضات التنس وكره الريشه بالاضافه الى سباق الركض الحر وغيرها من الالعاب الرياضيه الاخرى واكدت هذه السفارات على خصوصيه اليوم الرياضي لهذا العام بعد فوز قطر بكاس اسيا لكره القدم لافتين ان تخصيص يوم للرياضه كعطله رسميه يعد مبادره قطريه فريده في العالم. اكيد اخوي احمد مثل ما نقول قطر دائما ترسم مسار مستقبل الانسانيه وتصنع مثال يقتدى به وهي اكيد بلد مزهر يعتمد على مواطنين اصحاء للتنميه والتقدم. ايش رايك اخوي سلمان ومتابعينا الكرام نتابع تقرير حول فعاليه البعثه القطريه لدى الامم المتحده في مقر المنظمه الدوليه بنيويورك بمناسبه اليوم الرياضي للدوله والاحتفال بفوز المنتخب الوطن الوطني طبعا القطري التاريخي في كاس اسيا لكره القدم وايضا في التقرير راح نتعرف على اجواء الاحتفالات في السفارات القطريه خلينا نشوف مشاهدينا ونرجع بعدها نظمت البعثه القطريه لدى الامم المتحده فعاليه في مقر المنظمه الدوليه بنيويورك بمناسبه اليوم الرياضي للدوله وللاحتفال بفوز المنتخب الوطني القطري التاريخي في كاس اسيا لكره القدم حضر الاحتفال ممثلون عن بعثات الدول الاعضاء في الامم المتحده وعن الامانه العامه للمنظمه انه يوم ممتع بالنسبه لنا نستمر بالاحتفال في قطر اذا تابعتم الاخبار لا نزال نستمتع بالفوز المهم لانه يعزف نغمه جيده ويشجعنا ويعطينا الثقه فيما يخص الاستعدادات لكاس العالم في قطر وفي الكويت قامت سفارتنا بتوفير فعاليات في اليوم الرياضي تماشيا مع رؤيه قطر، واحتفالا بهذا الحدث تكاتف الاشقاء في الكويت ورفعوا شعار النشاط والحيويه. في المغرب خصصت السفاره القطريه في المملكه المغربيه لقاء رياضيا في احدى الحدائق المخصصه لممارسه الرياضه، واثبتوا ان الرياضه ليست حكرا على الرياضيين بل هي لكل افراد المجتمع. في الاردن يوم الرياض القطري كان يوما رياضيا بحتا شارك فيه شباب الاردني تعبيرا وتاييدا لدور واهميه الرياضه فكان لقاء رياضيا عفويا وفي المانيا نظمت السفاره القطريه هناك فعاليه بمناسبه اليوم الرياضي للدوله بمشاركه عدد من منتسبي السفاره وفي العاصمه الاسبانيه مدريد اقيم احتفال شارك فيه ممثلون عن اهم انديه كره القدم الاسبانيه وسفراء دول كوبا امريكا في احتفالات اليوم الرياضي للدوله وتضمنت الفعاليه تعريف الاعلام الرياضي الاسباني باهم الملاعب والتي ستحتضن كاس العالم في دوله قطر ونظمت السفارة القطرية في بريطانيا يوما رياضيا شارك فيه أطفال من المدارس لتأكيد بأن الرياضة هدف رئيسي ضمن رؤية قطر الوطنية في ماليزيا كان التفاعل مميزا من خلال مشاركات رياضية ترجمت إلى مسابقات في كرة القدم تجسيدا لأهداف وقيم اليوم الرياضي للدولة تقرير جميل مشاهدي الكرام شفناه وياكم يعني احمد دائما المغتربين او اللي يدرسون برا او اللي في رحله علاج يقولون المناسبات الوطنيه الحلوه هذه منكم موجودين في الدوحه فالواحد وده يكون موجود سواء اليوم الوطني اليوم الرياضي الاعياد رمضان لكن سفاراتنا في مختلف دول العالم للامانه مشكورين يعني كل اللي شفناه في التقرير جزء ولكن اغلب سفاراتنا في الخارج احتفلت بهذه المناسبه وغيرها من المناسبات صحيح. نقول الله يعطيهم العافيه على يعني فتح ابوابهم امام الجمهور امام الناس اللي هناك المتواجدين في تلك الدول ومثل ما تفضلت يساهمون بالاحتفاء وكانهم موجودين معنا مع في الدوحة. لكن دائما الوجود في ارض الواقع صحيح. يبتلف. غير اكيد نروح نشوف الفعاليات في كورنيش في كتاره في كل الاماكن مشاهدة الكرام في موضوع اخر ما راح يبتعد كثير عن موضوع الرياضه راح نشوف معاكم تقرير من كورنيش الدوحه وانطلاق مهرجان الدشه للرياضات البحريه الثاني تفاصيل في هذا التقرير تزامنا مع اليوم الرياضي للدوله وبمشاركه كبيره من محبي الرياضات البحريه المتنوعه، انطلقت فعاليات مهرجان الدشه للرياضات البحريه في نسختها الثانيه والتي تعد ضربه بدايه الموسم الرياضي الجديد. بمناسبه اليوم الرياضي فهو يوم مفتوح لل... للجمهور عامه، اي واحد حاب يمارس اي نوع من الرياضات البحريه التي ت... اللي تكون تحت مظله نادي الدوحه البحريه، فهذا مسموح الان يبدا يسجل يختار رياضه من الرياضات سواء كانت تجديف او الهيدروباي احنا شغالين في معلومات نادي الدوحه للرياضات البحريه اليوم عندنا اللي هو النسخه الثانيه من مهرجان الدشه مثل ما انتم شايفين عندنا غبال كبير من الجمهور وفي التسجيل على الالعاب المائيه الفعاليه تضمنت مسابقات بحريه خاصه للجمهور في التجديف التقليدي والشراع الحديث والدراجات الهوائيه البحريه بالإضافة إلى الشراع البري فضلا عن توفير معارض خاصة بمستلزمات الصيد والأدوات البحرية اليوم شاركينا في بطولة الدشة عندنا في المعرض مستلزمات الصيد نوفر جميع المستلزمات حق اللفاح والحداق وكل شيء كما نظمت شركة أوريدو في حديقة متحف الفن الإسلامي أنشطة رياضية متنوعة حيث أطلقت أربعين فعالية رياضية متاحة أمام جميع الفئات من شتى الأعمار وسط أقبال كبير من العائلات مبسوطة مشان يوم الرياضة في المدرسة عملنا رياضة مشان يوم الرياضة كثير انبسطنا جيت مع أهلي استمتعت بالفعاليات حقت اليوم الرياضي بالمتحف مسرحيات اليوم الرياضي فرصه رائعه لتجمع المواطنين والمقيمين وتشجيعهم على اتباع انماط حياه صحيه واكثر نشاطا تناسب كافه افراد العائله مثل ما شفنا مشاهدينا الكرام في هذا التقرير انا جذبني طبعا طفلين اخر طفلين الله غرس هذه الثقافه ثقافه الرياضه مع ايضا الاستمتاع مش فقط رياضه وانما هناك ايضا مثل ما قال عروض مسرحيه وايضا المدارس اللي شاركت ولا زالت تشارك اليوم وغدا ايضا في مدارس ايضا ستشارك احتفاء بهذا اليوم الرياضي. اكيد يعني فعاليات كثيره شاهدناها امس يمكن مهما احنا نغطي في 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 برنامج حياتنا وفي مختلف البرامج في فعاليات كثيره دائما وابدا وجودكم ومشاركتكم في هذه الفعاليات على ارض الواقع له طابع ونكهه مختلفه. ولا زلنا مع الاجواء الرياضيه ولكن بنقل خارجي مع الزميل ابراهيم الجفيري وهو متواجد في كتاره حدثنا ايضا من جانب رياضي عن المعرض الرياضي نقول مساك الله بالخير اخوي ابراهيم مساك الله بالنور الزميل احمد المالكي وايضا امسي على سلمان يوسف وايضا امسي على الساده المشاهدين وين ما كنتوا تشوفون احنا متواجدين في الحي الثقافي كتارة وبالتحديد في مبنى 19 وراح نسلط الضوء اليوم على المعرض الرياضي اللي يقام كل سنه بعد اليوم الرياضي والحديث اكثر يسعدنا أن ينضم معنا الدكتور عيسى الحر نائب مدير المركز الشبابي نمسي عليك بالخير ونرحب فيك في البدايه دكتور قبل أن نتكلم عن المعرض ونتكلم عن هذه الاجواء الرياضيه خلينا نتكلم عن المركز الشبابي للشباب المركز الرياض المركز الشبابي للشباب صحيح للهوايات اكيد لو نتكلم عنه اكثر وناخذ ونعرف المشاهدين عن المركز ويعني تعطينا النبذة ان شاء الله شاء الله امسي عليك وعلى الاخوان المتابعين كلهم الله يجزاهم خير وعلى تقدير المميزه للتلفزيون المركز الشباب الهوايات احد المراكز التخصصيه التابع لوزاره الثقافه والرياضه ومن اسمه المركز الشباب الهوايات يشمل مجموعه من الهوايات اللي تتناسب مع الشباب وطموحهم وميولهم مع حتى فرق العمر من بين شاب واخر يلقى ما يحتاجها كله تحت مظله واحده يشمل عندنا الهوايات التصوير الضوئي عندنا جمع الطوابع والعملات عندنا الحمام الزاجل عندنا الالعاب الالكترونيه عندنا رسم الكاريكاتير وتحريكه كافلام كاريكاتير فمجموعه من الهوايات اللي تنضم تحت مظله واحده يتجمع الشباب يتبادلون الخبرات يستفيدون من بعض طول السنه يكونون مع بعض بصوره او باخرى حلو، هل في شروط للناس اللي حابه تنضم لكم؟ هل في شيء معين، عمر معين ولا المركز مفتوح للجميع؟ لا طبعا المركز مفتوح, مفتوح للجميع لكن كل هوايه لها ضوابطها، يعني احنا عندنا مثلا المصورين عندنا من مبتدئ الصغير اللي يجرب ويتعلم يدخل دورات يصير اعلى شوي، مستوى اعلى، طبعا دورات كامله، لغايه ما يوصل لمستوى معين احنا نسميه بروفيشنال او مصور محترف. يعني مثلا المصورين يصورون مثلا المباني يختلفون عن المصورين يصورون الرياضه الرياضه يختلفون عن الحركه او السبورت اللي في السيارات والخيول المتحركه فكل كل مصور له له تيمه او له الفريق اللي يشتغل معه لو نتكلم لو نذكر وين المركز موجود ونقدم دعوه للناس اللي حابه انها تنضم لهذا المركز وبعدها ان شاء الله بنتكلم عن المعرض حياهم الله كلهم فاحنا مبنى 18 المركز شباب الهوايات في الحي الثقافي كتاره مباشره خلف المسجد نفس يعني المبنى مباشره خلف المسجد مباشره. جميل حلو لو نتكلم عن المعرض الرياضي هذا انت مثل ما ذكرت لي من شوي انه في كل سنه بعد اليوم الرياضي يقام لمده 15 يوم نتكلم عنه بشكل عام شنو شلون ممكن الناس تتواصل يعني تشارك تشارك في المعرض شلون ممكن يطرشون لكم الصور لهم. احنا غالبا اليوم الرياضي الكل يحتفل فيه بطريقته الخاصه، والمصورين بعد لهم طريقتهم الخاصه، فاحنا عندنا شروط المشاركه ان تكون الصور من قطر وحقيقيه، وان تكون تمثل اكثر من رياضه، يعني مش بس القدم، في القدم، في مثلا الدرجات الناريه، في السله، في الطائره، في الالعاب الجمباز، بحيث إن تكون تقريبا ما يقارب من 50 صوره تشمل معظم الرياضات طوال السنه. لأن الهدف هي ليس تصوير اليوم الرياضي هو تصوير الرياضة نفسها طول السنة مثلا في مثلا في بطولات تكون في اكتوبر مثل بطولات تكون في مارس بطولات وهكذا طول السنة تنجمع في هذا اليوم تقدموا عندنا ما يقارب شيء و50 52 او 53 مصور تم اختيار لجنة خاصة في هذا الموضوع وهذه اللجنة تختار تعدد الصور وضوح الصورة تنوع الرياضة اللي تشملها وبالتالي يطلع عندنا المعرض يشمل تقريبا خمسين صورة مثل ما شوف أنت بتنوعها حلو اللي اللي مشاركين بالصور هل هم يعني منتسبين معاكم في من المركز ولا من ناس يعني من أي أي حد ممكن يشارك من الناس هو طبعا اللي اللي شاركون معظمهم من المركز الباب مفتوح للجميع لكن هو يسوي عضويه العضويه ما بس يعطينا اسمه وبياناته وتطلع له العضويه لكن الان احنا يمكن اول سنه ثاني سنه كان في اعلان يعني تعالوا شاركوا حياكم الله الان صار خاص الشباب متعودين مباشرة اول او نهاية يناير يجيبون الصور كل واحد يجيب صوره مباشرة يشاركون ولذلك يعني كانت حتى تجربتنا الاولى كان عدد بسيط يعني يمكن تقريبا سته او سبعه اللي شاركوا والان ما شاء الله شيء وخمسين واللجنة هي اللي صنفت من الأولى فالأولى اللي يدخل بحيث نفتح أيضا مجال إن اللي شارك سنوات طويلة شارك بلوحة ما في بصورة واحدة ما في داعي يشارك ثلاث أربع صور متتالية إضافتنا السنة كانت عبارة عن الطوابع أيضا جمعنا الطوابع اللي تشمل الرياضات اللي صدرت فيها طوابع خاصة سواء في قطر أو خارج قطر وكان المعرض رديف لمعرض الصور سأل الآن لو شوف أنت الطوابع أيضا تحكي قصص عن بطولات ورياضه وكل طابع وين صدر وايش قصته اضافه على الصور الفوتوغرافيه اللي شوفها موجوده على اللوحات جميل هذه اضافه جميله يعني حق هذه السنه هذه الطوابع من وين تجيبونها يعني من وين تم العثور عليها او تجمعونها لان الطوابع الرياضيه انا تقريبا يمكن اول مره اسمع فيها لا هو شوف شيخ احنا من ضمن الهوايات اللي عندنا جمع الطوابع والعملات عندنا مخزون كامل من الاعضاء اللي يشاركون سنويا معانا بنفس الصور عندنا معرض دائم طول السنة في منطقة السد إضافة إلى هذا المعرض الدائم عندنا مزادات تسير فكل واحد عنده طوابع خاصة يجي يعرضها فاحنا يكون عندنا داتابيز مناسبة من اللي عنده صور يعني طوابع المباني من عنده طوابع الحمام والطيور من عنده طوابع خاصة في مناسبات سياسية أو اقتصادية أو من ضمنها الرياضة فقبل الموسم بفترة بداية تقريبا منتصف يناير نروح دعوه حق الناس اللي عندهم طوابع رياضيه ويشاركون معنا بطوابعهم الحين يعني لازم يسوون لنا طابع خاص حق كاس اسيا المفروض يعني صحيح مع طيب. مع الستار يعني مع النجمة <applause> مع النجم طيب احنا خلينا نقدم دعوه للجمهور نقول لهم من متى لمتى متى يفتح المعرض والى متى راح يستمر طبعا المعرض مفتوح من الساعه 7 لغايه 8 او 9 المساء لمدة 15 يوم إن شاء الله موجود وبعد ذلك يتغير المعرض لمعرض آخر لأن احنا تقريبا كل 15 إلى 30 يوم يتبدل المعرض بحسب الموسم اللي حاليا يكون موجود فيه كلمة أخيرة حابب تقولها؟ اقول لهم هاي المركز مركز الشباب كله اسمه مركز الشباب الهوايات فحياكم الله باي هوايه سواء كانت لنا او مش لنا اذا ما كانت لنا بندليكم وين تروحون وايش الجهه اللي تنتسبون لها واذا كانت تحت مظله المركز فهاي المركز مركزكم الله يعطيك العافيه ان شاء الله بالتوفيق المعرض جدا جميل وان شاء الله هذه الدعوه نقدمها للجمهور المعرض مشاهدينا الكرام راح يستمر الى 15 يوم من اليوم فهذه فرصه لكم تجون تشوفون الصراحه يعني من غير مبالغه الصور جدا جميله وبجوده جدا عالية من رأيي أنا أشوف أن الصور جدا جميلة وتستاهل أنكم تجون وتشوفون وتجيبون عيالكم ويتعرفون عليهم وأيضا يتعرفون على المركز وينضمون له اللي حابين يدخلون في التصوير مجال التصوير ويتعلمون في العديد من الدورات والخبرات واللي راح يستفيدون منها طبعا هذا كل اللي عندنا اليوم من الحي الثقافي كتارة وإن شاء الله نرجع للزملاء لل... في الاستديو زميل إبراهيم الجفيري يعطيك العافية على هذه التغطية كنت معنا من كتارة لنقل هذه الأجواء الرياضية ولكن بصورة مختلفة بصورة معرض يعني ما شاء الله أخوي أحمد لو تلاحظ كتارة يعني من معرض إلى معرض آخر صحيح. من معرض تصوير إلى أمسية موسيقية على سبيل المثال إلى برنامج إلى عرض يعني كتارة بالفعل ملتقى الثقافات واسم الحي الثقافي فعلا اسم على مسمى احنا عندنا مواضيع كثيرة اليوم احمد راح نتنوع فيها من الجانب التربوي الى جانب التكريم الى جانب مهم جدا في العملية التعليمية كل هذه التفاصيل راح تكون معاكم مشاهدي الكرام في حلقة اليوم من برنامج حياتنا ولكن بعد الفاصل لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل نتحدث عن أولى فقراتنا وهي عبارة عن تكريم ولكن كرمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الفائزين بجائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب اخوي احمد انشات جائزتي الدوله التقديريه والتشجيعيه في العلوم والفنون والاداب طبقا للقانون رقم 11 الصادر عام 2003 وانطلقت الدوره الاولى في ابريل للعام 2005. طبعا تمنح الجائزه كل عامين في مجالات الدراسات الاسلاميه والعلوم الاجتماعيه وايضا الانسانيه بالعلوم طبعا البحته والتطبيقيه والفنون والاداب. معنا مشاهدينا الكرام في هذه الفقره احد المكرمين وهو الاستاذ الدكتور سيف سعيد سيف السويدي في مجال علم الاقتصاد، مسي عليك بالخير دكتور ونسعد بتواجدك في حياتنا. أه شكرا لكم على هذه الدعوه وسعيد جدا بتواجدي معكم. حياكم الله دكتور، في البدايه لو نتحدث عن اهميه مثل تقديم هذه البحوث للفوز بها وحظيت طبعا بهذا التكريم وهذا النجاح. طبعا اسمحوا لي بهذه المناسبه أنا أتقدم بوافر الشكر والامتنان لسمو الأمير المفدى وكان صراحة اللقاء بسمو فرحة كبيرة لنا إحنا المحتفى بهم زملائي وزميلاتي الفائزين بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية صراحة كان اللقاء ودي جدا طبعا الجميع يعرف ابتسامة سمو الأمير وياخذك قلبك يعني لها ولمقابلته قبل حتى ان تلتقي بسموه صراحه كان اللقاء ودي وقدر صاحب السمو الجهود التي بذلها الجميع كعاده سمو الأمير هي طبعا الاحتفاء بذوي الانجازات والفائزين و طبعا هذه اللقطات دكتور سيف نشوفها تكريم حضره صاحب السمو شيخ تيم بن حمد ال ثاني الله يحفظه وايضا وزير الشباب والرياضه متواجد لقطات حلوه اكيد دكتور جدا جدا جميله صراحه دكتور صراحة. احنا قبل أن نتكلم عن مجال اللي نلت فيه الجائزه وهو مجال الاقتصاد انا وانت يعني صراحة. مقابله سمو الامير وتكريم سموه لكم في في هذا اليوم والجلسه اللي مثل ما ذكرت عنها كانت بالفعل جميله صراحه يعني انا شخصيا ولاحظت زملائي الكل فرح جدا جدا وفخور جدا بلقاء سموه لحظات الانتظار كانت شيقة جدا وممتعة احنا عارفين سمو الامير وحديثه الودي في كل مناسبات معروف عن سموه يعني بأنه بتلقائيته المعروفة الوطنية التقى ورحب بالجميع وشكر الجميع وكانت فرصة احتفاء جدا جدا ممتعة بعد ذلك تحدث سموه عن انجازات الزملاء واكد بان هذا الانجاز هو تحفيز للاجيال القادمه هو تحفيز وهذا التحفيز اصلا مستمر ليس فقط على مستوى جائزه الدوله التشجيعيه والتقديريه حتى في كل المناسبات غير قبل اسبوع شفنا هذا في في فوز قطر بكاس اسيا صحيح. وكيف الجميع كان فرح جدا الاولاد والنساء والرجال والجميع في قطر وفي خارج قطر كيف تفاعلوا مع هذا الحدث لأنه يأتي من القلب صراحة الجميع احتفى والجميع خرج إلى الشوارع وإلى الأماكن العامة احتفاء بهذه المناسبة والكل نجد بأن هذا ينمو في في, في يعني قلوب الاطفال، قلوب الصغار صحيح. بانهم يتطلعون بان يكونوا من ضمن هذا الجيل الذي يكرم على مختلف الاصعده والمجالات. جميل. دكتور نرجع لمجال الجائزه ونيلك لهذه الجائزه نعم. في مجال الاقتصاد، نبي نتكلم اكثر عن مجال الاقتصاد في حياتك دكتور وصولا الى هذه الجائزه. طبعا انا تخرجت سنه تقريبا 91 بالدكتوراه فعملت جامعه قطر. في مجال الاقتصاد يعني تكلم عن مسيرة تقريبا ثلاثين سنة ما شاء الله ودي ما أقول ثلاثين سنة لكن الحقيقة <applause> أنها 30 سنة إن من العمل و30 سنة من التطلع للنجاح وللوصول إلى هذه الفرصة صراحة بعد ما أعلن عن جائزة الدولة التقديرية م. وجائزة الدولة التشجيعية كنت دائما متطلع بأن أحظى بهذا الشرف مجال الاقتصاد جزء مكون رئيسي من كل مجالات الحياه المختلفه التي يقوم عليها المجتمع تحدثنا سواء تحدثنا عن القطاع التعليمي او المكون الصحي او المكون البيئي او الرياضي او الثقافي والاعلام أو كل هذه مكونات تصب في صالح المجتمع هي اساس رئيسي لاي مجتمع واي نجاح في هذا القطاع يرفد القطاعات الاخرى والاقتصاد يعني متشعب الان في مجالات الحياه المختلفه لم يعد الاقتصاد هو للاقتصاديين فقط هو جزء من حياتنا اليومية، كل قراراتنا تقوم على الاقتصاد سواء كمستهلكين أو سواء كمنتجين أو متعاملين مع القطاعات الأخرى، نعم. دائما الاقتصاد يقوم على الهاتف. تكلفة ومنفعة. مصلحة وتكلفة، مثل ما نقول احنا سعر ومكسب. كل هذه الأمور تقوم على يقوم عليها الاقتصاد، وهي جزء من حياتنا اليومية صراحة، لا نستطيع أن نقول الاقتصاد علم مستقل بذاته لذوي الاختصاص فقط، أنا أعتقد كل واحد في تصرفه في حقيقة اقتصادي. نعم. دكتور لو ندخل إلى المجالات الثانية من العلوم الأخرى المبدعين طبعا كثر ما شاء الله في نعم. دولتنا الحبيبة قطر <applause> والجميع طبعا يستحق مثل هذا التقدير وهذا الاحترام ومثل هذه الجواز نعم لا شك بأن مختلف القطاعات وما شاء الله الجائزة يعني متاحة للجميع في مختلف المجالات <applause> يعني أنا معي زميل الأخ سلمان في مجال الكاريكاتير هذا كان زميل دراسة وأنا للشهادة في مجال الكاريكاتير من يفكر بأن مجال الكاريكاتير هذا مجال مهم جدا للمبدعين، الواحد يقول لك والله الابداع فقط ياتي في مجال دراسات محدده وعلوم بحته، لا، نعم. في مجالات ابداعيه وفيها الفنون وفيها الروايه وفيها الفن، وما شاء الله كل المجالات مفتوحه، يعني الاحتفاء طبعا احفظ الاحتفاء واحسن اسماء احتفاء هو الجائزه التقديريه والتشجيعيه، ولكن الاحتفاء بدوله قطر الموجوده على مختلف الاصعده في مختلف المجالات سواء العلميه او الطبيه او الهندسيه او الشبابيه او الرياضيه والحمد لله كلها متاحه وكلها تطلعات شباب ما شاء الله. جميل دكتور لو تسمح لي بهذا السؤال اللي من شقين هذا التكريم كيف يعطيكم الدافع للاستمراريه وكيف يعطي ايضا الغير الدافع انه يصل الى ما وصلتم اليه من انجازات ليصل الى تكريم سمو الامير. صراحه أنا ارجع واقول بان العمل الوصول الى الجائزه نعتقد الجميع هو عمل تراكمي. لا يستطيع فرد ان يقول بهذا انجازي وحيدا ولكن انجازه هو بدافعيته وبجهوده ولكن بعمل وتعضيد من المؤسسات، لا شك المؤسسات اللي عملنا فيها لفترات طويله او ما زلنا نعمل فيها وكلها ترفض جهود منتسبيها. يعني نحن نتحدث عن انفسنا او كذلك الذين فازوا والذين يطلعون لفوز بالجائزه ان شاء الله في المستقبل الكل هذه المؤسسات توفر لهم يعني مجالات وتوفر لهم بيئه عمل وتوفر لهم موارد وعليك انت ان تاخذ يعني بالناصيه كما يقال يعني لا هذه الامور توفر للجميع ولكن في من يقدر هذه الامور ويبذل له جهود كثيره ويتفانى نعم. فيها وهذا اهم شيء انك تستفيد من الفرص، تعمل في مؤسستك وتعمل في مؤسسات أخرى، والكل يصب في مجال تنمية المهارات. لا شك بأن على من حصل على الجائزة مسؤولية أن يثقف من حواليه وأن يبين لمن أهمية الجائزة، وصراحة قمة المتعة أن تفوز بجائزة على هذا المستوى. صحيح دكتور ايضا معنا عبر الخط الهاتفي احد المكرمين في مجال التربيه وهو الدكتور عبد العزيز بن عبد الله تركي السبيعي وزير التربيه والتعليم السابق مبارك لكم هذا التكريم دكتور وبدايه طبعا ماذا يعني لكم هذا التكريم؟ شكرا لك اهلا وسهلا اخي الكريم الحصول على جائزه الدوله التقديريه وتسلمها من حضرة صاحب السمو الأمير المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله هذا له عظيم الأثر في نفسي وفي نفوس كل الأخوة الكرام الذين فازوا بالجائزة وهو أراه أيضا أراه أيضا تكريم من بلدي ووطني قطر جيزة الشامخة يزدني ذلك اعتزاز بانتمائي لها والحصول على هذه الجائزة عمل كبير وعظيم الأثر في نفسي يعمر في الولاء لقطر وللأمير ولشعب قطر العظيم وأشكر لجنة الجائزة التي التزمت بالمعايير العلمية والموضوعية في الترشيح لجائزة الدولة التقديرية نعم جميل دكتور دعنا نتحدث عن رؤيتك لدور الدوله الرياضي في مجال دعم العلم والثقافه والفكر حتى التنويري وتشجيع المبدعين من خلال اقامه مثل هذه الجوائز. بالطبع يعني المجتمع القطري الان يا اخي الكريم ينعم ينعم في هذا العصر باشاده بناء نهضه تعليميه وتربويه وثقافيه بارزه ومتميزه وهو يسابق الزمن للوصول الى مصاف الدول المتقدمة ولكن ينبغي أن أذكر هنا أن الهدف الأعظم الذي ينبغي أن يسعى إليه أي نظام تعليمي هو أن يضع نصب عينيه بناء نظام تعليمي وطني مستقل ومبتكر لا يقوم على التقليد ولا على استيراد السياق التعليمية الزاهدة والمعدسة سلفا لأن احتياجات مجتمعنا القطري وهو مجتمع عربي اسلامي مختلفه عن تلك المجتمعات التي يتم استيراد التعليم فيها. ولابد من ان نذكر ان الحضاره الانسانيه تحتاج دائما الى التنوع والى المحافظه على القيم والتعدد. فهذا ما اتصور ان ينبغي ان يكون عليه توجه نظامنا التعليمي، وقطر الان لها مقومات كبيره وقادره على ان تقتحم هذا المجال بكل قدره وبكل كفاءه. وهناك الان محاولات ممتازه جدا في الارتقاء بنظام التعليم وبالعوده اليه الى اصالته اصاله النظام التعليم القطري الوطني الذي يحتاج اليه ابنائنا وشبابنا وشعب قطر الكريم. نعم. دكتور نريد ان نتحدث عن رسالتكم للاجيال القادمه اللي باذن الله تعالى راح يسهمون في نهضه قطر. والله اقول لك اخي الكريم انا الان طبعا على هذا الاتصال السريع الهاتفي سوف اختصر بعض الكلمات واللي اتصوره ان هناك ثلاث مقومات او مرتكزات اصليه ينبغي ان تكون حاضره امام المعلم والمتعلم. عصرنا الان عصر معرفه متسارعه تتسع فيه المفاهيم وتنداح فيه سبل التحصيل العلمي والتربوي. وينبغي على المعلمين ان يطبقوا اساليب حديثه في اعداد الاجيال تتوافق وتستوعب هذه الوسائل. اما المرتكز الثاني فانه ينبغي على المتعلم اي الطالب طالب العلم ان يعمق تحصيل المعرفي بما يتوافر في هذا العصر من مقومات الانتشار الثقافي والمعرفي المصدر من شبكات الانترنت والتواصل الاجتماعي وعصر الفضائيات وهي وسائل متاحه الجميع ليس فقط في مؤسسات التعليم وانما في كل سبل هذا الانتشار الهائل الضخم المتمثل في سيوله المعلومات وتيسير الحصول عليها. المرتكز الثالث الذي اراه ينبغي على مؤسسات التعليم ان تعي دورها الكبير المتمثل في الحفاظ على هويه المجتمع القطري وهو مجتمع عربي مسلم تسوده القيم وتتفاعل فيه روح الولاء والانتماء للوطن. والاعتزاز بلغتنا العربيه الخالده وهو ما ينبغي ان نحرص عليه جميعا بدون أدنى شك الدكتور عبد العزيز بن عبد الله تركي السبيعي وزير التربيه والتعليم السابق نشكرك على مداخلتك عبر الهاتف وأيضا نبارك لك مره اخرى هذا التكريم عودة لك دكتور سيف في الاستديو يعني تحدثت عن مشاعر جميله تحدثت عن مجال الاقتصاد وايضا تحدثت وتفضلت عن موضوع الدافعيه لدى الاجيال القادمه باذن الله سبحانه وتعالى ان يكملوا هذه المسيره اليوم تكلمنا ايضا عن دعم الدوله وما يمثل دعم الدوله هل ترى ايضا ان في مجالات اخرى ايضا فيها مبدعين ايضا ولكن يحتاجون الى مزيد من التقدم على اساس انهم يصلون الى ما وصلتم اليه والله مجالات الحياه تتغير وتتنوع من جيل الى جيل ومعطيات الحياه تختلف لذلك الابداع متاح الان اتوقع اكثر مما كان في السابق يعني مصادر المعارف موجوده وما شاء الله الانترنت ما ترك شيء الان، وما شاء الله الدولة موفرة كل المجالات، صحيح. كل السبل وكل الفرص متاحة، هي يبقى الدور دورنا احنا كأفراد، أكثر من دور يعني مثل ما نقول احنا القيود، ليست هناك أي قيود للوصول إلى مصادر المعرفة، تبقى فقط عندنا احنا الدافعية والصبر، أنا أعتقد أن الصبر هو مفتاح كل عمل، لا تنتظر أن تأتي أن يأتي نتاج عملك بعد ليلة وضحاها. بعض الاوقات تحتاج الى سنوات صحيح. وبعض الاوقات ما شاء الله تصادفك الفرص وتاتي مصادفه وتحقق انجاز جيد كما تحقق في مجال التكنولوجيا انا اعتقد فقط اتمنى ان المدارس اكثر في المراحل التعليم الابتدائيه ان تعلم الجيل الجديد من الشباب ما شاء الله ليس حب العمل ما شاء الله هذا موجود انما الصبر على النتائج، يعني التكنولوجيا اصبحت تسيطر على حياتنا وتكيف حياتنا وتوجه حياتنا وكما لاحظوا حوالينا ما شاء الله متغيره بصفه سريعه نعم. فانا اعتقد ان الامور يجب ان تنجز دائما على وجه السرعه، هناك اعمال تنجز على وجه السرعه وهناك اعمال لا تاتي الا من خلال تراكم الخبرات. والمعارف والعمل مع الاخرين ضمن الفريق وتنتقل من عمل الى عمل اخر وكلها تكتسب مهارات وتكتسب صحيح. معارف وتكتسب قدرات وتعزز الثقه في ذاتك وهذا مهم جدا واتمنى من الجيل الجديد ان ينظر هذه النظره يعني حتى المعلمين مثل ما تفضل سعاده الوزير دور رئيسي جدا على المعلمين ليس فقط تعليم الدرس وتعليم الماده ولكن غرس المهارات انا اعتقد المهارات هي اساس النجاح في الحياه نعم. ايضا ذكر الدكتور عبد العزيز الله يعطيه العافيه، ذكر عن مقوم رئيسي او مهم أيضا هو المعرفه التكنولوجيه واستخدام مثل الادوات التقنيه في ان الواحد ممكن يسخر بحوثه او يسخر هذا من اجل طبعا دولتنا الحبيبه قطر. هم ما شاء الله يعني الشباب انا الحين ما زلت ادرس نعم. في الجامعه والاحظ بان الشباب ما شاء الله بني وبنات يعني مثل ما يقولون متقدمين علينا في مجال التقنيه صح. كثير حتى اولادنا والتليفونات والأسائل هذه متقدمه. ولكن هذه وسائل التوجيه مهم جدا يعني الوسائل اصبحت متاحه ويسرت الكثير من الامور ويبقى التوجيه امل أننا نفقد التوجيه دائما يعني دور المدرس ودور المعلم ودور الاسره طبعا والجميع والمؤسسات هو دور التوجيه والتوجيه هو يعني الوسيله الوسيله الرئيسه لاستخدام التكنولوجيا وتوظيفها كما هو المشرف على اي عمل كما هو المشرف على المهندسين في اي عمل المهندس والعامل يستطيع ان ينجز ولكن يحتاج الى التوجيه والوسيله الجديده والاله الجديده وكما هي الرياضه الان الرياضه اصبحت معظمها تكنولوجيا ومعرفه ولكن تحتاج من يعلم ويدرب اللعب حتى يتقن ويجيد انجاز العمل ويجيد دوره في الملعب جميل. دكتور احنا استفدنا كثير ممكن اخوي احمد يتفق معي في هذه الفقره من كم المعلومات يعطيك الصحه والعافيه ولكن نبي نلخص كل هذه التجربه ونلخص هذه الخبره في رساله اخيره نحب ان انت توجهها للساده المشاهدين. انا اعتقد الاستثمار في الشباب، الاستثمار في الشباب وتعزيز ثقه الشباب في انفسهم وتعليم الشباب وتدريبهم على اكسابهم المهارات. وليس فقط العلوم، العلوم ممكن يستقيها في المدرسه ولكن المهارات الحياتيه مهمه جدا ان الطالب او الشاب عندما يصل المرحله الاعداديه والثانويه يتعلم مهارات حياه، هي ليست فقط مسؤوليه اولياء الامور او المدارس هي تنميه ونمو أن يكبر الولد وياكله ويشربه ولكن التربيه هي عامل رئيسي جدا أكيد. يعني المؤسسات لها دور، الاسره لها دور، الاب والام والاخوان وال نعم. والقدوه لهم دور كذلك في انهم يوجهون الشباب الى هذا الشيء، انا اعتقد الصبر مهم جدا واكساب المهارات والمعارف الحياتيه مهمه جدا. اذا رساله مهمه في استثمار الشباب، دكتور عبد العزيز بن عبد الله شكرا على وجودك اليوم وقد يعني قدمت لنا يعني الشيء الكثير في هذه الحلقه. شكرا لكم على, على الاستضافة كل شكر لك دكتور سيف مشاهدينا الكرام راح نروح معاكم الان الى تقرير يتحدث عن مدرسه اكاديميتي راح نتعرف عليها اكثر من خلال هذا التقرير ولن نعود للحديث عن هذه المدرسه اليوم تم الاعلان عن تدشين اكاديميتي لتنضم الى من اكاديميات مؤسسه قطر المندرجه تحت التعليم ما قبل الجامعي راح ان شاء الله نستقبل اول دفعه في شهر ثمانية الجاي راح الطلاب راح الفئه العمريه بتكون من ثلاث الى ست سنوات واول دفعه راح نستقبل 48 طالب والمعلومات اكثر عن الاكاديميه وعن طريقه التسجيل تقدرون تزورون موقعنا www.academy.qa الهدف من الاكاديميه اكتشاف المواهب الكامنه وتحويل الرؤى الى واقع. طبعا مشاهدينا الكرام كما شاهدنا في التقرير تفعيلا لرساله مؤسسه قطر في تنميه القدرات البشريه. وتلبية الحاجة المتزايدة إلى المدارس المتخصصة التي تحتضن جميع شرائح المجتمع على تنوعها تسعد مشاهدينا مؤسسة قطر للتربية والعلوم والتنمية المجتمع لتتاح مدرسة أكاديمية للأطفال خلال العام الدراسي المقبل طبعا الحديث اكثر عن هذا الموضوع سنة ان نستضيف الاستاذه السيده مريم الهاجري مديره مدرسه اكاديميه حياه الله معنا في برنامج حياتنا. اهلا فيكم وشكرا على الاستضافه. بدايه استاذه مريم يعني احنا كنا نتكلم قبل ثواني ان انا اول مره اسمع الاسم هذا نبي نعرف الساده المشاهدين ونتعرف احنا اكثر عن مدرسه اكاديميتي اللي راح تفتح ابوابها ان شاء الله في العام المقبل اي مرحله عمريه و موضوع هذه المدرسه بشكل عام أي مدرسه اكاديميتي هي بدات البحوث فيها والافكار فيها من سنتين تقريبا التوجه كان فكره من سمو الشيخه هند بنت حمدال ثاني هي الفكره تهدف الى تنويع الخيارات التعليميه في البلد البحوث كلها تقول ان احنا نحتاج نطور التعليم، لكن كيف بيكون تعليم المستقبل؟ ما بيكون شكل واحد مدارس المستقبل بتكون متنوعه تقدم اطر مختلفه للتعليم تسمح لاولياء الامور باختيار ما هو مناسب لهم ولاطفالهم. فخلال هذه السنتين قمنا ببحوث كثيره وتواصلنا مع خبراء وزرنا مدارس، لكن كانت هذه الزيارات هدفها نتعرف على تجاربهم احنا كان هدفنا ان نبني شيء مناسب لاحتياجات طلابنا هنا في قطر بناء على خبراتنا تفاعلنا معهم لكن حبينا انه يكون ايضا مواكب لكل التطورات حول العالم فبنينا فلسفه ناتجه من كل هذا بحيث ان ترعى الابداع وتبني الاخلاق هذه هذا الركيزتين الاساسيتين للمدرسه اذا الابداع والاخلاق لكن خلينا ندخل اكثر في هذه المدرسه ماهيتها طريقه التدريس كيف ستكون؟ طبعا المدرسه هي مدرسه مش مدرسه اعتياديه ما بتلاقون فيها الفصول الاعتياديه ولا المعلم دوره هو الدور الاعتيادي. المدرسة فيها مساحات مفتوحة كل الأنشطة اللي فيها والمنهج يقدم عبر تجارب تجارب حقيقية ويشترك فيها الطالب يبني من خلالها خبرات ومهارات، كلها تجارب عملية. فهو احنا نثق ان الطفل يستطيع ان يختار ما يتعلمه، فنوفر له هذه القدرة من سن صغير ليبني هذه الثقة انا استطيع، انا يمكنني حل المشاكل بطريقة ابداعية. الابداع موجود عند كل طفل، كل طفل يولد والابداع في فطرته. لكن احنا المهمة اللي حابين نركز عليها ان نحمي ونحرس هذا الابداع. وننميه بحيث انه هو يقدر يكون هالطفل عامل ايجابي في المجتمع يقدر يحدث تغيير ايجابي في المجتمع بالنسبه لنا هذا هو مقياس نجاح التعليم جميل استاذه مريم ممكن الان عبر برنامج حياتنا شاهدنا ولي امر ولي امر قاعد يتابعنا وحب هذه الفكره فكره مدرسه اكاديميتي واحنا قلنا لهم راح تفتح الابواب من العام المقبل المرحله العمريه اللي انتم راح تستقطبونها وكيفيه التسجيل والانضمام لهذه الفكره الجميله والجديده المرحل، المرحله العمريه اللي بنبتدي فيها السنه القادمه هي من سن ثلاث الى ست سنوات <applause> طبعا المدرسه مدرسه متكامله يعني بتاخذ الاطفال من ثلاث سنوات وبتكمل معاهم لين سن 17 18 اللي هو دخول الجامعه. لكن كبدايه بنبتدي مع اللي عمرهم ثلاث الى ست سنوات. كيفيه الالتحاق؟ التسجيل ممكن الاطلاع على حسابات مؤسسه قطر في السوشيال ميديا او في الموقع ومن خلالها بيلاقون معلومات عن الاكاديميه وعن موقعها و ومن هناك يقدرون يسجلون. <applause> خلينا نتكلم عن الجانب الاخلاقي اللي شدني صراحه، نتكلم شلون المدرسه راح يعني خلينا نقول تقدم الكثير من البرامج او الكثير من المناهج اللي تعزز الاخلاق في نفوس الاطفال. آه طبعا مؤسسه قطر اعتقد من البرامج الرياديه اللي سوتها آه هي برنامج الاخلاق. برنامج الاخلاق اللي نقدمه في بعض المدارس الان في مؤسسه قطر وسيشمل المدارس الاخرى. ان شاء الله في المستقبل واتمنى يشمل كل المدارس اللي في الدوله هو برنامج عملي ايضا يعني احنا نهدف لغرس الاخلاق مش فقط من خلال درس واحد في سنه عمريه لا احنا نغرسها عبر السنين فخلق الصدق مثلا يغرس مع الطفل من يوم عمره ثلاث سنين لين ما يتخرج بس يطرح بطريقة كل سنة متناسبة مع التطور العاطفي للطفل ومن خلال مشاريع عملية فهو يبحث عن معنى الصدق العميق، يبحث عن كيف هو ممكن يكون صادق وليش ساعات تصير مواقف ما يكون فيها صادق وكيف مثلا ممكن يصلح الموقف. صح. هذا بس مثال واحد على مثلا خلق الصدق، احنا نتعامل يعني في المنهج هذا نركز على خلق الصدق، خلق التواضع، وخلق المثابره. الله آه وفي خلق اخر اخير هو له علاقه بالوعي الذاتي والايجابيه اللي هو اسمه التفكر. جميل. يعني ما شاء الله استاذة مريم انت تكلمي عن امور يعني احنا نكاد نعتبرها فكرة قد تكون للمستقبل ولكن هذه راح تكون ان شاء الله في الحاضر. لو نتكلم ونتحدث اكثر عن هذه القيم الكادر التعليمي او الكادر الاشراقي والتربوي في هذه المدرسة كيف الكفاءة اللي راح يكون عليها على اساس انه يقدر يغرس هذه القيم في نفوس الابناء؟ طبعا احنا العمل الرئيسي المهمة الكبيرة هي اختيار الكادر جميل. لان انت تبي كادر يفهم هذه الفلسفة بعمق وايضا عنده القوة والمعرفة على تطبيق هذه الفلسفة. فاحنا يعني اشتغلنا كثير على اجتذاب خبرات محلية وعالمية. أنا صراحة أنا أركز دائما على الخبرات المحلية اللي هي موجودة وقادرة وبيكون لهم دور كبير في المدرسة بالإضافة إلى الخبرات العالمية وبيكون باستمرار هالمدرسة يعني ما بيكون لها نعم. شكل آه يعني نهائي هي المدرسة تتطور باستمرار لأن العالم يتطور باستمرار صحيح. لأن احتياجات الأطفال تتطور نعم. أيضا هنتكلم عن الآن الطفل هل هناك شروط معينة لالتحاق الأطفال؟ لهذه المدرسه؟ آه المدرسه مفتوحه لكل الاطفال الا الاطفال اللي يحتاجون خدمات خاصه لان احنا في مؤسسات قطر عندنا مدارس خاصه لهذول الاطفال فاحنا مف المدرسه مفتوحه الطفل للجميع. مبدع خلينا نقول لا لا آه آه خل... احنا لا بالعكس م. احنا نحب ناخذ التحدي ونؤمن بكل طفل ونؤمن بقدراته وتفرده وان كل طفل يستحق النجاح كبير. ما مبدع يمكن آه إبداعه ظاهر واللي ما تم تصنيفه كمبدع انا متاكده انه مبدع بطرق فرح اخرى فرح فرح اكيد آه مثل ما تكلمت قبل استاذة مريم الان ولية امر ولي امر قاعدين يتابعونك حبوا هذه الفكره راح يدشون الى موقع مؤسسه قطر ويتعرفون عن هذه المس المدرسه وشروط التسجيل للعام المقبل لكن يحتاجون منك رساله اخيره في ختام هذه الفقره آه رسالتي واعتقد يعني الدافع حتى يدفعني اللي يدفعني اني انا اكون يعني ملتزمه بهذا المشروع مفتخره فيه جدا ان هدفنا اننا نعلم كل طفل انه هو فريد وعنده قدرات مميزه كل الاطفال نعم. يستحقون النجاح ويجب ان نؤمن بقدراتهم وانهم يعني ممكن يكونوا مستقل وقائد حقيقي لتعليمة هاي رسالتي واتمنى اللي يؤمن بهذه الرساله ان يتقدم لنا للانضمام الاستاذة مريم الهاجري مديرة مدرسة اكاديميتي شكرا على وجودك اليوم واضفاء مثل هذه المعلومات التعليميه والتربويه لمستقبل دوله قطر شكرا, شكراً لكم طجه طيب الصحه والعافيه استاذه مريم مشاهدي الكرام احنا مستمرين معاكم في فقرات حلقه اليوم من برنامج حياتنا ولكن فاصل ولا نعوده هذه عودة لكم مشاهدينا الكرام من جديد وثالث فقرات حلقة اليوم من برنامج حياتنا استكمالا للحديث التربوي والتعليمي راح نتكلم عن فئة عزيزة جميع عزيزة على قلوبنا جميعا أكيد وهي فئة ذوي الإعاقة راح نشوف معاكم تقرير عن هذه الفئة وجهود الدولة لرعاية هذه الفئة وتقديم كافة الاحتياجات لهم ولنا عودة الحديث عن هذا الموضوع بشكل تفصيلي تؤمن دولة قطر إيمانا راسخا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتعامل مع هذه الحقوق انطلاقا من نهج دستوري وتشريعي على حد سواء، وتعكس ذلك في كافة خططها وبرامجها في مختلف المجالات؛ التعليمية والرعاية الصحية والعمل والمسكن المناسب والمرافق العامة والخاصة والثقافة والرياضة. كما يعكس هذا الاهتمام الإيمان المطلق بأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات وتوفير الدعم لأسرهم ليست مزايا تشكل معاملة خاصة وإنما هي وسيلة لتأسيس المساواة بين أعضاء المجتمع الواحد يحتفي مركز شفلة هذا العام بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسه كدليل واضح على التزام دولة قطر بقضايا الاشخاص ذوي الاعاقه حيث يسعى المركز نحو ادراك طموحاته والاعتزاز بما يضم في جنباته من انجازات متميزه تضع جميعها التمكين ودمج ذوي الاعاقه في مقدمه اولوياته لتسهم في اعداد الجيل القادم والمساهم في التنميه الاجتماعيه لدوله قطر وقد تم الاعلان مؤخرا عن الخطه المستقبليه لمركز الشفلح والذي يسعى الى انشاء نادي الشفلح إضافة إلى مشروع تجهيز صالة خاصة بذوي الإعاقة الذهنية والتوحد في مطار حمد الدولي مشاهدينا الكرام في إطار خطته الاستراتيجية التطويرية أعلن مركز الشفلح عن خطة لإنشاء نادي الشفلح لصالح الأشخاص من ذوي الإعاقة لمن تجاوزت أعمارهم الواحد والعشرين عاما إضافة إلى مشروع تجهيز صالة خاصة بذوي الإعاقة الذهنية وتوحد في مطار حمد التولي طبعا للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد صالح تلفت مدير اداره الخدمات الطبيه في مركز الشفلح والسيده مريم الشيب مدير اداره التدريب المهني بمركز الشفلح حياكم الله اليوم معنا في برنامج حياتنا والله يسعد مساكم حياكم الله يسعد الله مساكم بدايه دكتور نبدا معاك نبي بنتكلم عن فكره وخطه انشاء نادي الشفلح للاشخاص من ذوي الاعاقه ومشروع تجهيز هذه الصاله في مطار حمد الدولي من وين جاتكم الفكره وتفاصيل هذه الفكره؟ نبدا بالمطار ولا بالنادي؟ <applause> نبدا بالنادي اكيد. يعني. زين. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الفكره طبعا بدات من الفئه اللي احنا نستهدفها عندنا في المركز من ذوي الاعاقه واضطراب في التوحد لحد سن ال21 سنه. بعد سن ال21 سنه ما في مراكز معينه تقدر ان هي تستوعب هذه الفئه. ف وبعدين التوعيه ماشيه طبعا في المجتمع وينخرطون في مرافق الدوله لكن المرافق المتاحه لهم مثل ما تقول محدوده. فكل اللي تاهلوا فيه وخذوه من مهارات خلال هاي الفتره كله راح يتدهور مع يعني مع بلوغ السن فمحتاجين الى مكان يظهر هذه المواهب ويتمكن منهم ويظهرون قدراتهم فيه سواء كان من هوايات او من اشياء انتاجيه طبعا صحيح فكانت من هاي فكره المركز المجتمعي او الكوميونتي سنتر او نادي الشفلح لحد الحين ما ما في اسم معين له نادي. لحد سن يعني يبدا من سن ال 21 سنه فما فوق وفكره نادي المطار للاشخاص من ذوي الاعاقه اي فكره المطار طبعا هو هي غرفه انتظار لاضطراب طيف التوحد وذوي الاعاقه كلهم شميل. نفس الفئه اللي احنا نستهدفها هي فكرتها فكره غرفه غرفه تكامل حسي يسمونها او سنسوري روم. هذه الغرفه يقدر المسافر اللي عنده اطفال من ذوي الاعاقه مهما كان اعمارهم ومهما كانت حالاتهم انه هو ينتظر فيها بسلاسه نوبات الغضب اللي ممكن تجي للطفل او انه ممكن يحرج اهله في خلال الممرات او في خلال اثناء الانتظار كلها يقدر انه هو يعني هذه يستوعبها. طبعا هذه الغرفه فيها تكامل حسي فيه اضاءه في موسيقى في مواد معينه يقدر انه هو يتفاعل معها ويهدا قبل الذهاب الى او بعد الهبوط من الطائره نعم. طبعا مفيد كذلك لهم انهم يحسون بالاجواء الطيران والمطار كذلك اصوات معينه صور معينه تعطيهم تجربه الطيران قبل ما يخوضون نعم. جميع. يعني خلينا نكون في في المطار وايضا في الصاله مع استاذه مريم خلينا نتحدث بما ان انت في جانب التدريب هل هناك تهيئه لبعض الموظفين او اشخاص متخصصين سيكون في سيكونون في هذه الصاله. من اهداف مركز الشفلح ان احنا نقوم بعمل محاضرات توعويه سواء للكادر الوظيفي في المطار حمد العام او في جهات العمل وهذه المحاضرات التوعويه تهدف الى كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والتعرف على الإعاقات الذهنية، بالإضافة إلى اضطراب طيف التوحد. فهناك باستمرار تعاون فيما بين جهات العمل، سواء الوزارات ومؤسسات الدولة، سواء القطاع الخاص، القطاع الحكومي، جميعها نتعاون معها. جميل ايضا استاذ لكم تجربه مع الخطوط الجويه القطريه وهو انشاء خط انتاج الخطوط القطريه عندكم في المركز سنتكلم اكثر عن هذا الخط والفكره من وراءه تم التعاون مع شركة الخطوط الجوية القطرية في إنشاء خط إنتاج المعني بتعبئة وتقليف الحقيبة المقدمة للمسافرين في الدرجة الأولى ودرجة الأعمال وتعد تجربة التعاون مع الخطوط الجوية القطرية تجربة فريدة من نوعها في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم توظيف من منتسبي المركز في خط الإنتاج 48 منتسب ومنتسبة ما شاء الله. بالإضافة إلى عدد سبعة في قسم الشحن الجوي ما شاء الله ما شاء الله عدد مميز صراحة دكتور هل هناك خطة للتوسع في دولة قطر لإنشاء يعني أندية أو أيضا توسع لمركز الشفلح طبعا هذا المبنى إن شاء الله راح يكون بداية التوسع نعم. في مركز موقعه في نفس مركز الشفلح في في الخلف في نفس الارض وتشمله لكن ليكون نموذجي لأندية ومرافق المنطقة يعني يكون واحد نموذجي ومن بعدها نقدر نتوسع مثل ما بدينا في مركز الشفلح كمبنى أساسي وبعدين بدينا نتوسع في الفروع في المناطق المختلفة كذلك ممكن توعية النوادي المختلفة في الدولة أن, هي أن مرافقها تشمل ذوي الإعاقة والتوحد يستطيعون التعامل معها وهذا أفضل في الدمج جميل دكتور بالنسبة للموضوع الجميل اللي تحدثنا عنه وصلت المطار وأنا واحد من المعجبين بهذه الفكرة عندكم وقت متوقع للانتهاء من هذه الصاله ومن هذا المشروع الرائد هو طبعا يعني باذن الله تجهيزات يعني انا ما عندي بالضبط فكره معينه لكن يعني في خلال سنه ان شاء الله يعني باذن الله نشوفه مطار حمد ان شاء الله اكيد اكيد وهو كذلك يعني قبل كاس العالم راح يكون موجود وهذه من احدى الاشياء اللي تكون موجوده ومتميزه لان في ناس راح يكونون جايين كذلك من ذوي الاعاقه والتوحد ويهمهم جدا يعرفون المرافق الموجوده اكيد نعم ننتقل الى جانب اخر فيما يخص التحديات والمشاكل المنتسبين لمركز الشفلة شنو يعني اكبر توجه قد يعني يواجه الشخص المختص هناك يمكن من التحديات التي نواجهها في توظيف الاشخاص ذوي الاعاقه مثلا عندنا الشخص نفسه اذا لم يتلقى الاشخاص ذوي الاعاقه التدريبات الكافيه في المهارات الوظيفيه بالتالي سيشعر بان يعني نوع من الاحباط وعدم الثقه بان قدرته على انجاز المهام الوظيفيه، لذلك نعمل في مركز الشفلح على تدريب المنتسبين من خلال مسارات تدريبيه ونقدم لهم ونقدم لهم برنامج تدريبي يتضمن المهارات الوظيفيه وفقا للوظائف المتاحه في سوق العمل ايضا نقدم لهم محاضرات توعويه وورش حول كيفيه التعامل مع الاخرين ممكن تكون ايضا بيئه العمل اثناء توظيف المنتسبين تكون بيئه العمل محتاجه الى اضافه بعض التعديلات او بعض التكييفات بحيث تلازم احتياجات ومتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه فبالتالي ايضا نتعاون مع جهات العمل ان احنا نقدم لهم محاضرات توعويه وتقم فني لكيفيه يعني تسهيل اجراءاتهم وتوظيفهم. صحيح. ممكن ايضا الكادر الوظيفي في جهات العمل. جيب. قد نواجه ان بعض الكادر الوظيفي في جهات العمل لا يكون لديهم الالمام الكافي في كيفيه التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه، ايضا يعني, ن... يعني مقطع بخير استاذه مريم ولكن هل لكم مثلا جهود في مساله توعيه الكادر الوظيفي اللي تحدثتي عنه للتعامل والتكيف مع الاشخاص من ذوي الاعاقه بلا في بلا شك العمل؟ بلا شك نقدم لهم محاضرات توعويه وفي كيفيه كيفيه التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقه بالاضافه الى تقديم الدعم والاستشارات الفنيه للكادر الوظيفي في جهات العمل. جميل جميل الله يعطيكم العافيه. اذا هذا الجانب التوعوي دكتور مهم سواء كان للكادر الوظيفي او ايضا كان للمجتمع دوركم طبعا كبير م. هذا الدكتور نلخص هذا الدور في يعني البرامج التوعويه للمجتمع. طبعا استحدثنا من فتره اداره التوعيه المجتمعيه نعم. عندنا في مركز الشفاء كان يقوم بشكل عام لكن استحدثت اداره كامله لها هذه تقوم بتوعيه بتوعيه عامه خلال وسائل الاعلام او توعيه فرديه او خلال المؤسسات نستهدف كل مره مؤسسات معينه نعطيها سلسله من المحاضرات حول الاعاقات طبعا نستهدف الكادر اللي في هذه المؤسسات عندنا تجربه مع مثلا المتحف الاسلامي عندنا تجربه مع مطار حمد الدولي عندنا تجربه مع بعض الفنادق اللي موجوده مع يعني كلها لازم تكون مؤهله للتمكين والدمج اكيد اكيد دكتور يعني ما شاء الله تحدثنا عن الصاله وتحدثنا عن النادي وتحدثنا عن هذه الشركات الجميله القادم بالنسبه لكم في مركز الشفلاح اكيد دائما من تجديد الى تجديد مستمر نعم وطبعا بسبب العدد الكبير يعني والمتزايد للاعاقات بشكل عام في العالم كله ومنها دوله قطر الواحد يفكر انه هو يتوسع فبدينا نحن في مشروع ما فوق ال 21 سنه نامل كذلك في المستقبل ان يكون قطاع التخصص مثلا لاضطراب في التوحد في مبنى بروحه وفي مركز بروحه وهذه من الاشياء اللي احنا ودنا تكون موجوده وتكون يعني مفصولة عن باقي الإعاقات عشان يعطينا عدد أكبر نستوعبة مركز التدخل المبكر من سن مبكرة إحنا بدينا في هذه الخدمات لأقل من أربع سنوات حتى من ثلاث سنوات ومنذ الولادة خدمات منزلية ودنا أن إحنا يكون مركز كبير ومتخصص التدخل المبكر الأحلام والمشاريع كبيرة لكن التنفيذ يكون تدريجي إن شاء إن شاء الله. الله. <applause> نعم أستاذة مريم لو تتفضلين بكلمة أخيرة ورسالة للجمهور حول ما تحدثنا عنه من نادي الشفلح وايضا الصاله اللي تكلمنا عنها نتمنى ان نتمنى لجميع المنتسبين لنا من بناتنا نعم. وخرجينا وخريجينا اللي تخرجوا بعد ال21 سنه ان يتم افتتاح هذا النادي وبحل لنا مشكله كبيره بالنسبه مثل ما ذكر الدكتور محمد بالنسبه لاهدافهم التي ممكن انها تنسى او انها تظهر لهم تحديات سلوكيه وانه بحاجه لهذا النادي لتفريق هذه الطاقات وتنميه قدراتهم فاعتقد انها بالفعل نحن نطمح الى افتتاحها وان شاء الله تشاركونا الافتتاح باذن الله واحنا واحنا وياكم دائما وابدا وهذا واجبنا في نهايه الفقره نشكر الدكتور محمد صالح تلفت مدير اداره الخدمات الطبيه في مركز الشفلح وسيدة مريم الشيب مدير إدارة التدريب المهني بمركز الشفلح كل الشكر لكم يعطيكم العافية أنا أخوي سلمان وجمهورنا المشاهدين اليوم كنا في حلقة تعليمية تربوية تحدثنا فيها عن أمور كثيرة شكرا لكم على حسن المتابعة وشكرا لك أخوي سلمان يعطيك العافية موعدنا إن شاء الله يتجدد يوم الخميس بكرة الساعة 7 على تلفزيون قطر مع السلامة مع السلامة